بعد إنهاء دور المجموعات كمتصدر برصيد 7 نقاط، المنتخب المغربي والجنوب إفريقي وجها لوجه يوم غد الثلاثاء في اختتام منافسات دور ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023. تاريخياً 9 مواجهات جمعت بين منتخبي أسود الأطلس والبافانا بافانا، حقق المغرب انتصارين منهم فيما تمكنت جنوب إفريقيا من الفوز في 3 مناسبات. نهائيات كأس أمم إفريقيا 1998 بوركينا فاسو شهدت أول لقاء جمعهم، وكانت الغلبة لجنوب إفريقيا بهدفين سجلهم كل من بين كيت ماكارثي وديفيد نياتي مقابل هدف من توقيع سعيد شيبا، وتجدد لقاء بين طرفين سنة 2002 في نهائيات الكان مالي، وكان الانتصار فيه مرة أخرى البافانا بافانا 3 أهداف للهدف. الانتصار الأول للمنتخب المغربي على نظير الجنوب إفريقي كان في سنة 2019 بهدف نظيف في نهائيات كأس الأمم إفريقية، قبل ما يضيف الانتصار الثاني لها السنة الماضية برسم ذهاب تصفيات كان كوت ديفوار 2023 بهدفين. ليحقق رفاق بيرسيتاو مرة أخرى الانتصار على أسود الأطلس بهدفين في المباراة اللي جرت أطوارها بمدينة جوهانسبورغ في إياب تصفيات الكان الحالية شهر يونيو الماضي. الناخب الوطني وليد الركراكي أكد على صعوبة مقابلة الغد لكونها غير قابلة للتعويض. بحالي كنقول سي ماتش اليمناسيون ديريكت دونك سي ان شانجمون دو كومبيتيسيون سي بلو كوم دون لي بول و اون ا لو دووا ا ليرور où on peut se permettre de faire un résultat mitigé ou moyen. Là, on sait que tout mauvais résultat nous oblige à rentrer à la maison.